السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نحن في جبل اسمه جبل أوسن في مدينة سندشون، المدينة التي أنا أسكنها. هذه المدينة رائعة جدا سياحيا، تقع في وسط النرويج. الآن هذه الجهة هي جهة الشرق، شرق المدينة، فيها جبال عالية، هناك غابة كبيرة جدا من أشجار الصنوبر. ثم هناك شرق المدينة، هذا هو شرق المدينة بالضبط، شرق المدينة، ويمتد الشرق هناك، ويرتبط شرق المدينة بجسر، لأن المدينة هي شبه جزيرة. فالشرق يرتبط به جسر الذي يخرج المدينة إلى البر الآخر، الذي يتجه إلى مدينة موشن وميرانا ومدن أخرى. هذاك الجسر مقابلكم، ثم بعد الجسر المنطقة الوسطى اللي هي السنتر، وهناك القوارب البحرية، زوارب بحرية لبعضها لأصحاب المدينة أو بعضها سياح. فهذا السنتر المدينة، هذاك عمود تبع الاتصالات، وهذا سنتر المدينة، وهناك المستشفى المركزي للمدينة، يعني قريب من السنتر المدينة، مركز المدينة. ثم الجهة الغربية للمدينة، هناك قوارب لأهل المدينة، قوارب وقوارب للسياح يأتون من مدن أخرى ومن بلدان أخرى كذلك. ويمتد غرب المدينة طبعا أوسع من الشرق. الغرب الذي مرتبط بالسنتر بمركز المدينة، و أيضا مرتبط بالمستشفى والمدرسة الثانوية، وهناك أيضا ملعب المدينة، الملعب الرئيسي لكرة القدم، وهناك الصالة المغلقة المرتبطة بالثانوية. ثم غرب المدينة هناك حي كبير في مدن غرب المدينة، ويمتد هذا الغرب باتجاه الجنوب، وهذه كلها أحياء سكنية، أحياء سكنية تابعة للجنوب. أيضا هذه عبارة، وتسمى باللغة النرويجية فارغة، تعمل ما بين الجزر. هناك جزر، جزيرة دونا وجزيرة هاروي، أيضا تعمل هذه العبارة لهذه خدمة للمدينة وخدمة لأصحاب الجزر، السكان الجزر. والمدينة تمتاز في وقت الصيف، جوها في الصيف يرتفع إلى درجة 22، يصل أحيانا إلى 30 درجة مئوية، ويستمتع السكان بالجو الرائع في هذا الوقت، لأنهم يفقدون حرارة الشمس والشمس في وقت الشتاء، ويستمتعون في وقت الصيف بالجو الرائع جدا. المدينة تمتاز بموقعها الاستراتيجي لأنها على الشاطئ، ويرتادها كثير من الزوار والسياح الذين يأتون إلى المدينة. تتمتع بروعة من الطبيعة جدا، تحيطها بمنطقة الشرق غابات الصنوبر، وهناك مزارع للأغنام، وكثير أهل المدينة يخرجون في وقت الصيف للاستمتاع وللرحلات الجبلية. نتمنى لكم إن شاء الله زيارة لهذه المدينة الرائعة جدا، ولكم الشكر ولكم كل التقدير لكل المشاهدين، ونستودعكم الله.